إن الله يدافع عن الذين آمنوا 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 إن الله يدفع عن الذين آمنوا يدفع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بأنهم ظلموا يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بأنهم ظلموا يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله أن يقولوا ربنا الله بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور عاقبة الأمور عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود
وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم للكافرين ثم أخذتهم للكافرين ثم أخذتهم وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم للكافرين ثم أخذتهم وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيري فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وعطلة وقصر مشيد أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فكائن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فكائن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها يعقلون بها أو آذان يسمعون بها يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أو آذان يسمعون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير
وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكائن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته
آياته إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.